ماما ديدي كاسك قاع ولاد حي الجهاد. يا ماما ويا ماما سمحي لي بزاف عذبتك معايا راني حير ميمتي هي صبري واخا الصبر كيدبر مني نشوفك تبكي عليا قلبي معذبني عارف راسي ضاطر في الزنقة ولكن الى ما عشت سباه هالطبوع هياكلوني وانتي بسبب صبر لهذا الضبير العقل عارف الزنقة ما دايمة ولكن الى عشت تمدومة غيديروني بحال بهيمة بلا قيمة. ياه ماما الوقت كيدوز انا حير مع راسك كيقولوا لي هو فاسر سمحي لي مهمتي ما تتش بكلامك. يا ماما وياه الدنيا الدار كل شي كيبان على حقيقته لعفو على حسان اللي هضروا مورا ظهري هاد الشي اللي خلاني نتصرف الزرقة. يا مهمتي راني ما لقيتها كيبغيتها دا حاجة ما كتفرح من غير رضاك ماما بزاف من الجنوز ما بغونيش نفوز الجنوز بقاو يقتلوني ولكن ربي معايا. يا مولتي بزاف من المخزن بغوني تدفن. يا ماما مولتي عارف هو هاد العذاب هو السباب بغاو يسدو عليا الباب. بلا ما دفعوني راني عارفكم ما غايش يدلكم معايا والو راني قاري هاد اسلوب مهمتي هاد الشي كيطلع الدم وكيطلع في الراس اليوم اتقاضى صبرو بغوني. نحني راسي بلا ما تحلمو راه معاكم امسي العزاوي هو اللي داوي عمركم تحلمو الشميت بغوني تحموهم في الشبكة باش تقلب عليا القفة ولكن هاكا تحلمو. ايه ماما ديدي كاسكا العشران خويا هشام وخويا مجاهد وخويا العزيز سفيان امين غا العشران خويا محمد عبد الرحيم والدراري سمية تختارو لاجي تسمي الديسك لأي واحد ضروري الام خصك تعطيها الحنان عطيها داكشي اللي كتقول ليك الا ما درتيش بكلامة غادي تبقى غير حاصل وكاع ديدي كاسك وكاع 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 ولا الدوار عطار فاك اللي ما عندهم على بالهم وهذا هو الدراري.